السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون السعر تاع الايفون 12 برو. قبل ما نشوفو السعر تاعو شحال ولا يدير، ما تنساوش تشتركوا في قناه تمك مشتركين، ديروا جيم فيديو اسكرام تاع تقفلوا، صحب لي ابوني. وين نبداو؟ درت لكم فيديوهات من قبل 12 برو ملي كان البري تاعو غالي. دوك البري تاعو انخفض واستقر، ما كانش كيما دخل اول مره. بالنسبه للايفون 12 برو، هو البرو ماكس تقريبا نفس المواصفات، يختلفوا في الحجم والباتري. المساحه تاعهم 128 جيجا وروح، ما داروش المره 64 في النسخه هادو. بالنسبه لحجم الشاشه تاعو، بالنسبه لل 12 برو يجي بحجم شاشه 6.1 انش، والكاميرات يجي نفسه تاع 12 برو ماكس، يجو كامل 12 ميجا بيكسل كاميرا ثلاثة. الباتري تجي ناقصة شوية على تاع 12 برو ماكس، هذه العفسة شغل اللي تميز برو ماكس عليه. الباتري تاعو هذا تشد شوية قليل على تاع برو ماكس. الرام يجي 6 رام، كما تقريبا نفس المواصفات مع البروسيسور جي با 14 بايونيك، بروسيسور اللي دارو جديد من ابل، بروسيسور باين قوي، اذا ماشي هو افضل بروسيسور. و شغل مواصفاته باينين و تليفون قوي و خلاص. بالنسبه للسعر تاعو، نسخه 128 جيجا، هذو ارخص لي بري شفتهم لكم، شغل ارخص بري تقدر تلقاه، تقدر تلقاه زايد بشويه ممكن، تسمى خاطش لي بري ماشي مستقرين، باش يكون واحد يلقاه زايد شويه يكتب لي غلط في البري و سمو. هما الاسعار دائما ما بدلين. نسخة 128 جيجا راه يدير 19 مليون، كارخص بري ليها تلقاها ب 20 مليون. نسخة 256 جيجا راه يدير ب 21 مليون. هذو هما هذا هو البري تاع الايفون 12 برو. بالنسبة ل 19 مليون غير كيما ولا يتباع بها، شفت بزاف محلات باعوا بهاد البري، سما زاد خافت شوية. و 19 مليون، وحبيت نهضر على العفسة بينو بين دوز اسمه لي شري فون في البري هذا، يا يشري ايفون دوز ب 15 مليون ولا زيد ربع ملايين وتشري دوز برو ب 19 مليون. اتبان لي دوز برو خير ب 19 مليون، خاطر لي شري تيفون بري هذا يا نورمالمون يقدر يزيد ربع ملايين، خاطر ربع ملايين ما يعتبرش فرق كبير في الفئة السعرية هذه. وهذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وفدتكم به. كما قلت لكم اشتركوا في قناه تيمو مشتركين، ديروا جيم فيديو انستغرام تاع تقفلوا، صحبوا لي ابوني. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.